السؤال الأساسي الذي عادة ما تسألوه في حصص الجبر هو إعطاؤكم هذه المعادلة، ويكون المطلوب منكم تحديد القطع المخروطي وتمثيله، والمعادلة لا تتخذ نفس الشكل في كل مرة، لأنه إذا أردنا استخدام النمط المتشابه فيما قمت بإيضاحه لكم في العروض السابقة يكون بإمكانكم الحصول عليه. إذا لنقم بحل سؤال ونرى إذا كان يمكننا إيجاده. لدي 9 إكس تربيع زائد 4 واي تربيع زائد 54 إكس ناقص 8 واي زائد 49 يساوي 0. ومرة أخرى، أعني من منكم يعرف ما هذه، حيث أنها ليست على الشكل النموذجي، وكمؤشر سريع لأدلكم على الجواب هو أن تنظروا إلى العبارات إكس تربيع وواي تربيع إذا كانت موجودة، أعني إذا كانت هناك إما إكس تربيع أو واي تربيع فاحتمال أنك تتعامل مع قطع مكافئ، وسنستعرض هذا أكثر لاحقا، ولكن في هذه الحالة من المحتمل أنه قطع مكافئ. لكن لنفترض أننا نتعامل مع دائرة وقطع ناقص أو قطع زائد، فستكون هناك عبارة X تربيع وعبارة Y تربيع، وإذا كانتا تحملان نفس العدد أمامهما فسيكون هذا دليل جيد، حيث سنتعامل مع دائرة، وإذا كان أمامهما أعداد مختلفة وكلاهما موجب فهذا دليل جيد يخبرنا أننا سنتعامل مع قطع ناقص، وإذا كان أحد العددين سالب والآخر موجب فهذا سيدل على أننا ربما نتعامل مع قطع زائد. لكن مع هذا أعني أن هذا يمكن أن يساعدكم لتستوضحوا الأمور بسرعة في هذه المرحلة، لكن لن يساعدكم على تمثيله أو للحصول على الشكل النموذجي. والمفتاح للحصول عليها بالشكل النموذجي هو إكمال المربع، وأنا أشجعكم لتعيدوا مشاهدة عرض إكمال المربع، لأن هذا كل ما نريد فعله هنا للحصول على الشكل النموذجي. إذا أول شيء أرغب القيام به هو أن أكمل المربع. يجب عليك القيام بهذه لمتغيرات X ومتغيرات Y، ولدينا مجموعة منها هنا. حسنا، عبارات X هي 9 X تربيع زائد 54 X وهنا وهنا، وسأقوم بكتابة عبارات Y باللون الأرجواني، فيكون لدينا 4 Y تربيع زائد 4 Y تربيع ناقص 8 Y، ثم لدينا، دعوني أستخدم لونا آخر، زائد 49 يساوي 0. وأبسط شيء نفعله هنا هو أن نكمل المربع، وما أرغب بفعله هو من الواضح أنه يمكن استخراج العامل، ويمكن استخراج العامل 9 من هنا والعامل 4 من هذين، لنقم بهذا لإكمال المربع. إذن هذا يعادل 9 ضرب X تربيع زائد 9 ضرب 6 يساوي 54، إذن 6 X. سأقوم بإضافة عدد آخر هنا لكن سأترك له فراغا الآن، زائد 4 ضرب Y تربيع ناقص 2 Y، وربما سأضيف شيئا آخر هنا أيضا، إذن سأترك فراغ آخر، زائد 49 يساوي 0. إذن ماذا سنضيف هنا؟ سنقوم بإكمال المربع، نريد أن نضيف عددا هنا لتصبح جميع معادلة العبارة الثالثة مربعا كاملا، كذلك سنضيف بعض أعداد هنا لتصبح عبارة الأرقام الثلاثة مربعا كاملا، وبالطبع أي عدد نضيفه إلى هذا الجزء سوف نضربه بتسعة، لأننا في الواقع نضيف 9 ضرب هذا ونضيفها إلى هذا الجانب، وأي عدد نضيفه هنا يكون علينا أن نضربه بأربعة ونضيفه إلى هذا الجانب. إذا وضعت 1 هنا هذا يعني أن لدي 4 هنا، لأن 4 ضرب 1 يساوي 4، وإذا كان لدي 1 هنا إذا هو يساوي 9. لنقم بهذا، عندما نكمل المربع نأخذ هذا المعامل هو 6، نأخذ نصفه أي 3 ونقوم بتربيعه لنحصل على 9.
وتذكر أن هذه المعادلة إذا ما تقوم بفعله على هذا الجانب علينا أن نفعله على الجانب الآخر. إذا أضفنا 9 هنا فبالطبع سنضيف 9 ضرب 9 إلى الجانب الأيسر من المعادلة، فعلينا أن نضيف 81 إلى الجانب الأيمن لتصبح المعادلة متوازنة. ويمكنك رؤية هذا عند الرجوع إلى الخلف هنا، هذا يعادل من أجل جعل هذا واضحا. إذا أضفت 81 هنا وبالتالي سأضيف 81 هنا أيضا. لننتقل الآن إلى عبارات y، نحن نأخذ نصف هذا المعامل ناقص 2 ويساوي ناقص 1 ونقوم بتربيعه فنحصل على 1، ونقوم بإضافة 4 إلى الجانب الأيسر من المعادلة فهو 4 ضرب 1. وبالطبع أنك قد فهمت ما قمت به هنا، هذا مساوي لإضافة 4 هنا، ومن ثم لاحقا أقوم بإخراج العامل 4. الآن ما ناتج هذا؟ المعادلة تكون 9 ضرب ماذا؟ هذا مربع، عليك إخراج عامل لهذا فيكون لدينا x زائد 3 تربيع، ثم لدينا هنا زائد 4 ضرب ما هذا؟ إنه y ناقص 1 تربيع. وربما سنقوم بمراجعة لاستخراج عامل من متعدد الحدود أو لإكمال المربع إذا وجدت أن هذه الخطوة شاقة قليلا. ثم لدينا زائد 49 يساوي 0 زائد 81 زائد 4 ويساوي 85. حسنا، الآن لدينا 9 ضرب x زائد 3 تربيع زائد 4 ضرب y ناقص 1 تربيع. لنطرح الآن 49 من الطرفين، هذا يساوي، دعوني أرى، إذا قمت بطرح 50 من 85 سأحصل على 35، وإذا طرحت 49 سأحصل على 36، إذا 36. الآن نحن نقترب من الشكل النموذجي لعدد ما، لكن تذكر أن جميع الأشكال النموذجية التي قمنا بها عدا عن الدائرة، ونحن نعلم أن هذا ليس دائرة لأن لدينا هذه المعاملات إنها معاملات مختلفة أمام العبارات. إذا لنحصل على 1 على الجانب الأيمن دعونا نقسم كل شيء على 36، فإذا قسمت كل شيء على 36 تصبح هذه العبارة هنا x زائد 3 تربيع. لدينا 9 تقسيم 36 هي نفسها ربع، إذا تقسيم 4. ثم لدينا زائد y ناقص 1 تربيع على 6 تقسيم 36 يعادل 9، وكل هذا يساوي 1، إذا يساوي 1. الآن أصبح لدينا المعادلة بالنموذج المثالي، ويمكنك رؤية أن حدثنا في بداية المسألة كان صحيحا، هذا قطع ناقص ويمكننا الآن أن نمثله. أولا نبدأ بمكان جيد، أين سيكون مركز القطع الناقص؟ هذا سيكون x يساوي ناقص 3. ما هي قيمة x التي تجعل كل هذه العبارة يساوي 0؟ ستكون x تساوي ناقص 3. والآن ما هي قيمة y التي تجعل كل هذه العبارة تساوي 0؟ إنها y تساوي 1. هذا هو المركز، دعونا نقوم بتمثيل هذا ومن ثم يمكننا رسم القطع الناقص. سيكون في الربع السالب، هذا هو محور x وهذا محور y، ومركز القطع الناقص على النقطة ناقص 3. وواحد، إذن هذا المركز. والآن ما هو نصف القطر على الاتجاه x؟ نأخذ الجذر التربيعي لهذا ويساوي 2. إذن نذهب بمقدار وحدتين اتجاه اليمين ونذهب 2 إلى اليسار، وعلى اتجاه الواي ماذا سنفعل؟ سنذهب بمقدار 3 وحدات للأعلى و3 للأسفل. الجذر التربيعي لهذا نذهب إذن 1 2 3، وهنا
واحد اثنان ثلاثة، هذا هو واي. إذن تذكر أن عليك أخذ الجذر التربيعي لكلاهما. المحور العمودي هو نصف القطر الرئيسي أو نصف المحور الرئيسي ويساوي ثلاثة لأنه أطول. ثم أسنان عبارة عن نصف القطر الفرعي لأنه الأقصر. نحن جاهزون الآن لنرسم هذا القطع الناقص. سأرسمه باللون البني. دعوني أرى إذا كان يمكنني فعل هذا، يدي ترجف قليلا. حسنا، يبدو هكذا. ثم نذهب نأخذ هذا الشكل، وكل ما نقوم به هو مجرد تلاعب في العمليات الجبرية. لقد قمنا بإكمال المربعات التي تحتوي على عبارات X وY، ومن ثم نقسم كلا الطرفين على هذا العدد، وبهذا نحصل على شكل النموذج. نقول أن هذا قطع ناقص، لدينا كل من هذه العبارات وكلاهما موجب، نقوم بالجمع وليس الطرح، لديهما معاملات مختلفة. إذا نحن جاهزون للانتقال خلال القطع الناقص، وقد أدركنا أن المركز ناقص 3.1، وقد قمنا برسم نصف القطر الرئيسي أو المحور الرئيسي والمحور الفرعي. أراكم في العرض التالي.